يقول السائل: إذا كان للمبتدع حسنات، فهل نذكر حسناته وعدم التحذير من بدعته تكون خيانة للمسلمين؟ بين البدعة وحذر منها، وحسناته له والله أعلم بها، الله أعلم بها، هل هي حسنات أو ما هي بحسنة؟ ما هو أنت اللي تزكي الناس تقول لهم حسنات، أنت تعلم هذا، الله أعلم. فأنت بين البدعة علشان الناس يأخذون حذرهم منها، من باب النصيحة، ومن باب النصيحة أيضا للشخص المخطئ يتنبه. أما الحسنات الله أعلم بها، والله هو الذي يتولى، ولا يضيع الله الحسنات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها. فأنت بين الخطأ، وأما الحسنات دعها لله سبحانه وتعالى، الله أعلم بها. نعم.